ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداءه؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادقة ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء لا شيء ويصير قضاة الأرض كالباطل، لم يغرسوا بل لم يزرعوا ولم يتأصل في الأرض ساقهم، فنفخ أيضا عليهم فجفوا، والعاصف كالعصف يحملهم، فبمن تشبهوني فأساويه؟ يقول القدوس. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة، وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.